أخبار اليوم. يعني انا اعلى من احمد السقا؟ يعني احمد السقا قال انا الحكومه، انا بقول له انا الرئيس بقى استاذ احمد. لا هي دي اسم كاتشي كده، يعني ان احنا مش انا الرئيس، يعني هو انا رئيس المؤسسه اللي انا روحتها بس اسم تجاري. ما دي النكهه التجاريه او النكهه، نكهه القطاع الخاص اللي احنا استفدناها بشغلنا قطاع خاص ورايحين بيها للدوله. لو انت بقى رئيس، لو انا الرئيس، يا نهار ابيض، يعني اول حاجه هطلب لكم كلكم حاجات ساقعه علشان احنا حرانين.